مهندس موريتاني، دفعته جائحة كورونا التي أظهرت حاجة العالم إلى مزيد من الاعتماد على الذات ومحاولة خلق اكتفاء ذاتي بعد أن اضطر العالم إلى غلق حدوده لمواجهة وباء كوفيد-19. قرر المهندس تقديم عون لبلده، فاستقر تفكيره على إنشاء جهاز تنفس اصطناعي بمعدات محلية الصنع وبمواصفات يقول محمد إنها تخضع لشروط منظمة الصحة العالمية. بعد كثير من التفكير والدراسه قررت اني نعدل الجهاز اللي هو لافنتيلاسيون ميكانيك، به اللي قريب من تخصصي وبه اللي مولي محتاجة الدوله في ظروف، ولاحظت انها عليها ياسر من الطلب في العالم. المهم جهاز كما تعرف جهاز اولي، مازال جهاز اولي غير قابل للتطوير، وفي نفس هذا استغرق مني الاسبوع الاول كامل، استغرق مني الشي نقول له نحن اللي بيبليوغرافيك، لاني حاولت اني نمشي ندرس الاجهزه الموجودين مسبقا ونشوف خصائصهم. هدف عندي اني نعدل الجهاز اللي عدل نمبر دو ريسبيراسيون بار مينيت ويوصل كميه من الاكسجين ذيك لا ريسبيراسيون على امل ان ننقذ حياه دي باسيون معينين. والله يطمح محمد الى خلق جو مناسب يجد فيه الشباب المهندسون فرصتهم من اجل الابتكار واظهار القدره على ان من بين ابناء الوطن من هو قادر على تحقيق حلم العبور نحو مجال التصنيع وخلق بدائل تحد من الاستيراد. انا ماني حقيقه نقدر نعد ماني من خيره الشباب الموريتانيين، ولاني من افضل المهندسين هنا، يقير يعطيهم مثال على انهم عندهم الرواقيش اللي قدو يعتمدوا عليهم. فعلا انا نفهم فعلا الشباب مهندسين اللي افضل مني انا، ومنين نتعاونوا كاملين ونجبروا الدعم نقدو لا نحاولوا اننا نرفعوا من مستوى البلد ونعود فهم اراده حقيقيه. وذا على ان الجهاز هذا منين تنقبض وهو لا مثال لجهاز اخرين، سواء كان مجال الزراعه مجال اليمين مجال هذا، الدوله يلا توجه شور الشباب اللي عندهم وتحاول كانها تدعمهم.